بين أشجار الزيتون يتنقل عمار في أرضه الواقعة بقرية زعينية بريف إدلب الغربي، باحثاً عن الأضرار التي سببتها ألسنة اللهب لأشجاره التي تسببت بحرق عدد من الأشجار المثمرة نتيجة امتدادها من المناطق الحراجية باتجاه أرضه الزراعية. يا أخي عم نتأثر بالحرائق اللي عم تنشف الجبال، يعني نحن مزارعين ريف جسر الشغور الغربي، يعني صار عنا بهالموسم هذا بهالصيفي حرائق كتير، ونحن أراضينا كلها ملاصقة للجبل أو للأحراش، فأشجار الزيتون هاي بتحتاج من 5 سنوات لعشر سنوات لتنبت وتعطي ثمار. فلما أكلت النار فبدنا ننتظر الساعة 5 أو 10 سنوات لحتى يعني ترجع تثمر مرة ثانية. كثرت في الآونة الأخيرة أعداد الحرائق المنتشرة بمختلف مناطق ريف جسر الشغور الغربي وخاصة في الجبال الحراجية والغابات. مصدر الحرائق مجهول، لكن لطبيعة المناخ دور كبير في انتشارها بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة وعوامل أخرى جعلت عمل فرق الدفاع المدني أكثر صعوبة خلال إخمادها. ازدادت وتيرة الحرائق خلال الفترات الماضية، وكان آخرها حريق بين المنطقة الواقعة قرية الزعيني وقرية عين البيضاء. طبعا هذا الحريق ما يقارب مساحته 150 درم. طبعا عملت فرق الدفاع المدني الموجودة في المنطقة مركز الدم ومركز زعيني ومركز عين الغزال لأكثر من 10 ساعات متواصلة لكي تتم السيطرة على هذه الحريق وفق الإمكانيات الموجودة. تقدر نسبة الأراضي الزراعية والغابات في منطقتي ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي بحسب مصادر محلية بحوالي 80% من المساحة الجغرافية، نسبة تتضاءل شيئا فشيئا بسبب التصحر ونشوب الحرائق التي كان سببها قصف نظام الأسد على مدى سنوات الثورة. يبدو أن نشوب المزيد من هذه الحرائق سيؤثر سلباً على أصحاب هذه الأشجار المثمرة كالخوخ والتفاح والزيتون، أشجار تحتاج لسنوات طويلة كي تثمر مجدداً. جمعة الأحمد، حلب، اليوم ريف إدلب الغربي.